والله يا عمي بعده لا زال في التحقيق ابني، يعني لحين المحاكمة اعتقلوا بشهر 9 العام الماضي، لحد الآن ما تحاكمش وبنزلوا محاكم تمديد كل محكمة كل شهر مرة. يعني وضع كل أسير يا أختي، يعني الله يعينهم وهونها عليهم فرج عنهم. يعني زرناهم قبل أسبوع، وضعهم سيء، أوضاعهم سيئة، التنكلات من أقسام لأقسام، من الزونة للزونة، برضو اللي بالزنازين. يعني نطلب إحنا من الجميع نهتم بقضيتهم ويسأل عنهم، نطلب من الأهالي برضهم يعتصموا بهذا اليوم تضامن مع أولادهم مع الأسرة، من المؤسسات من الصليب يسأل عنهم برضو، يبعثوا لهم دكاترة يشوفوا أوضاعهم لأنها أوضاعهم صعبة وسيئة. نطلب برضو من الناس والأهالي يتضامنوا معهم بهذا اليوم، لأنهم هم ضحوا مشان أهلهم، ضحوا مشان شعبهم، مشان فلسطين كلها، وإن شاء الله ربنا بفرجها عليهم الجميع وبهدي سلامة لكل الأسرة في جميع السجون والأسيرات، وإن شاء الله الفرج القريب لهم. الاعتصام الأسبوعي الدائم في هذه المحافظة أمام الصليب الأحمر نصرة لأسرانا الأبطال القابعين هناك والذين يتعرضون كل يوم إلى أقصى أنواع الإذلال من قبل السجان الإسرائيلي. بالتالي نقول لكل جماهير شعبنا، لكل مؤسساتنا الأهلية والحكومية، أن هذا الاعتصام غير كافي، يجب أن يكون اعتصاما أكبر من ذلك بكثير. هؤلاء الأسرى هم من قدموا حياتهم وحريتهم من أجل هذا الشعب، هم أجدر باعتصام أضخم وأكبر من هذا الاعتصام. بالتالي أيضا نقول أنه في سجن عسقلان وتحديدا في هذه الفترة الأسرى يتعرضون لظروف معيشية صعبة، لظروف صحية صعبة. نأمل من كل مؤسسات حقوق الإنسان في هذا العالم أن تقول كلمتها في هذا الموضوع نصرة لأسرانا ونجدة لهم.